بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. صدقت بجميلة أميرة صاحبة قناة فكرة جميلة مع أميرة، كانت عاملة بابا نويل رائع، أكثر من رائع على قناتها. كانت عاملة بالفوم كده وفي جليتر كده بيلمع جميل جدا، وعجبت بيه بصراحة. وقلت لها أنا كمان بشتغل بابا نويل بس بالكروشيه بقى، كل واحد ومجاله يعني. فقالت لي اشوفه، فحبيت ان انا اوريه لها ونتفرج كلنا كده مع بعض على بابا نويل اللي انا عاملاه بالكروشيه. طبعا هو مش زي بتاع اميره خالص، عايز اقول لكم بتاع اميره احلى بكتير يعني، ما شاء الله بيلمع كده وشكله حلو جدا يعني. بابا نويل دوت انا شغلاه على 3 مراحل بالظبط. المرحلة الأولانية اللي هي بتبقى عبارة عن الجزء دوت اللي هو الرجلين، بالجزء ده كله كده على بعضه، ده مشغول بإبرة واحدة يعني جزء واحد كده على بعضه، بدأ من تحت، بدأ من الرجول وبطلع بقى لحد الجذع هنا المفروض، بعد كده بحشيه هنا بالفوم وببدأ ان انا اقفل المنطقة دي. بعد كده بعمل الدراعات او الايدين برضو لوحدها، دي مرحلة تانية، وبركبها في مكانها. وبعمل بعد كده الراس بالزعبوط، يعني بعمل الزعبوط واخيطه في الراس، وبعد كده اخيط الراس كلها في الجزء اللي هو اللي فوق ده هنا. يعني ده هنا بابا نويل بس لسه ما خلاص، لسه ما تقفلش يعني. بس هو بيتعمل كده على اساس ان هو مثلا يتحط على ستاند او يتعلق، ممكن بيتعمل له علقه هنا زي علقه الميداليه كده من الزعبوط بتاعه كده، وبيتعلق في العربيه او في اي مكان او في اي ركن من اركان البيت، بيبقى شكله جميل جدا. ممكن هو هنا محشي بالفوم، ممكن بنحط ثقل في الرجول، مثلا نحط خرز او بلي او اي حاجة ليها وزن، بحيث ان هو يبقى واقف ثابت كده، ما يحتاجش حتى ليه استند ان هو يتحط عليه. انا هنا بسنده هنا على الحيطة عندي وبيبقى واقف، وشكله جميل ومفرح ومبهج جدا بصراحة. الدقن بتاعته، علشان في ناس كتير سألتني الدقن دي، كانوا فاكرين الدقن دي قطن، هي فعلا قطن بس قطن متثبت، يعني هو اصلا خيط قطن عادي، القطن الخيط المصري بتاعنا عادي جدا، بجيبه وبثبته في الوش هنا. يعني لو شفته هنا في منطقة الوش هتلاقي الفتلة نفسها متثبتة في الوش، وبعد كده بسرحها بالفرشة، فبفك التجديلة بتاعت الفتلة نفسها وبسرحها بالفرشة، بتديني شكل الدقن الجميل كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا برضو الحزام بعمله لوحده وبركبه وبخيطه في الوسط بتاع بابا نويل. بس طبعا ما يجيش حاجة خالص جنب شغلك يا أميرة، بس هو زي ما قلتلك ايه يعني، كل واحد على حسب ما بيفضل المجال اللي هو اللي بيشتغل فيه. وفي نفس الوقت مش عارفه انا ليه بصراحه بحب اعمل كذا حاجه في وقت واحد، يعني بحب مثلا اشتغل هنا شويه واشتغل في الدبدوب ده كمان شويه. الدبدوب دوت اهو برضو عملت فيه، يعني اشتغلت فيه جزء كبير منه، هو خلاص يعتبر كده في مرحله التقفيل خلاص. المفروض هو والدبدوب اللي ورا ده برضو لسه له العينين بتاعته والسكارف، وهيتعمل له قلب هنا في الجنب. المفروض الشكل النهائي هيبقى شكل الدباديب اللي ظاهره في الصوره دي، بس دي طبعا مش موجوده دلوقتي يعني معايا، يعني هي دي برضو انا كنت عاملاها بس طبعا راحت لاصحاب نصيبها. اهو الثلاث دباديب دول كنت عاملاهم، الابيض والرمادي والبيج. ده دبدوب ابيض برضو هيتعمل كده بنفس الطريقة. ركبت عملت المفروض دوت بيتعمل بقى على كذا جزء، يعني مش زي البابا نويل كده، لا ده بعمل المفروض الجزء اللي فوق دوت، الكورتين اللي فوق بعض دول على بعض الاول لوحدهم، وبعد كده بعمل الدراعات لوحدها. انا هنا ثبتت دراع وادي الدراع التاني. طبعا الخيط اللي بسيبه دوت ده علشان خاطر المفروض ده اللي بثبت منه الدراع نفسه في الجسم، يعني في جسم الدبدوب نفسه. وبعمل الرجول
برضو رجلين، بص الرجل على شكل قلب، ده بقى علشان خاطر الفالنتاين والحاجات اللي هي الشباب بيفرحوا بيها دي. الرجلين برضو بيتثبتوا في مكانهم. وفي عندي كمان الديل، عايز اقول لكم ان الديل دوت هو المفروض هو اللي بيثبت لو انا هقعده مع الرجول بتاعه الدبدوب، بيقعد زي ما انتم شايفين الدبدوب اللي هناك ده قاعد مستقر كده. ده يعني بيعتبر محور اتزان او محور ارتكاز يعني. وفي عندي المناخير اهي، المناخير بتاعته اهي، والعينين، وطبعا الودان برضو. كل حاجة كل حاجة دي لوحدها بتتعمل وبتتركب، كل حاجة لوحدها. وفي برضو سكارف وزي ما قلت لكم، وقلب مجسم زي ما شفتوا في الصور كده اللي قبل كده. وكمان كنت عاملة برضو، بس برضو راحوا لاصحاب نصيبهم يعني، كنت عاملة رجل الثلج، كنت عاملة كذا تعليقة من تعليقات رجل الثلج او السنومان. اللي حابب برضو بيعلقها في العربية بتاعته، او حابب يزين بيها كده اركان البيت، بتبقى جميلة برضو جدا زي ما انتوا شايفين. برضو كنت عاملة له حتى ورشة عمل كاملة، كنت منزلاها على البيج بتاعتي على الفيسبوك، اللي حابب يتابع الخطوات يعني، او يشوف بيتعمل ازاي او بيتنفذ ازاي. عملت منه مجموعة ما شاء الله برضو، وكسرت الدنيا ولاقت استحسان كل اللي شافها. بس هي طبعا دلوقتي مش متوفرة معايا، برضو راحت لأصحاب نصيبها. بس كده هسيبكم انا كده دلوقتي مع فيديو كنت عاملاه مع شخصية السنومان اللي كنت منفذها قبل كده. كمان عايزاكم تتابعوا قناة صديقتي الجميلة أميرة، صاحبة قناة فكرة جميلة مع أميرة، عاملة حاجات تحفة، عاملة شغل بصراحة غير البابا نويل، كمان عاملة شغل وأفكار وإعادة تدوير لحاجات جميلة جدا، وابتكارات وحاجات برضو نزين بيها البيت بتاعنا. يا رب 2021 تبقى سنة خير وسعادة وفرح علينا كلنا يا رب. كل اللي نفسه في حاجة يحققها، كل اللي ما حققش أمنية في 2020 يحققها إن شاء الله في 2021. تيجي علينا السنة بالخير والسعادة والفرح يا رب. آمين يا رب العالمين. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وأفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.